للمساهمة في ردم الهوة المتنامية بين الطلاب الخريجين وسوق العمل، نظم بمدينة المقلة معرض وظائف حضرموت في نسخته الثالثة الذي يقيمه نادي الخريجين بدعم وتمويل من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية. المزيد في سياق التقرير الآتي. انطلاقا من أهمية تعزيز فرص العمل وتمكين الشباب ورؤية مؤسسة حضرموت تنمية بشرية في تنظيم منصة فاعلة لتوفير فرص عمل متنوعة تتناسب مع مختلف المؤهلات والتخصصات وعرض أحداث المستجدات في مجالات التوظيف والموارد البشرية، يأتي تنظيم معرض وظائف حضرموت الثالث بمدينة المقلة. نسعد بأن يكون هناك فرصة لهؤلاء الشباب من هم حديثي التخرج أو من له خبرة بسيطة في مجالات متعددة اليوم تقدمها هذه المنشآت، ونحن على ثقة عالية بإذن الله تعالى بأن هناك العديد من المتقدمين الذين سيحظون على فرصة الحصول على هذه الوظائف. فنحن نتكلم اليوم على 109 وظيفة، عدد المتقدمين كانوا 2500، تم اختيار منهم 250 لخوض غمار المنافسة في هذه الوظائف وهذه الفرص. محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أشاد بفكرة تنظيم المعرض الذي يمثل فرصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات وتوفير فرص عمل للشباب، مثمنا تدخلات مؤسسة حضرموت تنمية بشرية منذ تأسيسها في دعم القطاعات التعليمية والصحية والاتجاه صوب تطبيق برامج حديثة للربط بين طالبي الوظيفة ومتقدميها. طبعا مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية تسهم اسهاما كبيرا منذ تاسيسها في الاقتصاد بالنسبه لحضرموت، واليوم تضيف الى برامجها برامج اخرى وهي الربط بين طالبي الوظيفه والمتقدمين للوظائف. ما شاهدناه حقيقه اسعدنا كثيرا، وهي تسنح الفرصه لعدد كبير من الشباب من ابناء حضرموت لطالبي الوظيفه. المعرض يقدم 109 فرص عمل وظيفية في 17 منشأة مشاركة، ويهدف إلى الربط الوظيفي بين المنشآت الطالبة للعمالة والخريجين الباحثين عن العمل، حيث تم خلال المعرض إجراء المقابلات الشخصية لطالبي الوظائف الشاغرة في المنشآت والمؤسسات المشاركة. يعرف الجميع حيث أن البطالة الآن كثرت، خريجي المدارس الجامعات والمعاهد تزايد أعدادهم بكثرة حيث لا يوجد لديهم أعمال. أرباب العمل في الشركات والمؤسسات التجارية والبيوت التجارية أبدوا استعدادهم لاحتضان هؤلاء الخريجين اليوم 109، وهذا اليوم الثالث على التوالي لمؤسسة حضرموت في إخراج هذا العمل، وهكذا مخرجات لأعمال ورش للأعمال التوظيفية عبر المنشآت والشركات التجارية الحضرمية. المعرض الذي ينظمه نادي الخريجين بمؤسسة حضرموت سيسهم في تعزيز ثقافة الاستعداد المهني الجيد للخريجين والطلاب، وسيساهم في نشر مفهوم توطين الأعمال والاستفادة من المهارات والقدرات الشبابية للمساهمة في تطوير عجلة الاقتصاد المحلي وتصميم برامج تدريبية مستقبلية تهدف إلى المساهمة في ردم الهوة بين الخريجين وسوق العمل.